خلال متابعتنا لفعاليات مهرجان العالمين واحنا دايما بنشوف مشاهد متنوعه، فن الرسم والرسم والدمج كمان ما بين الوافدين والمصريين، وشايفين التنافس الجميل اللي ما بينهم في رسم وافضل رسمه. اتكلم مع حضرتك استاذ رنا الحصري، يعني مشرف اجتماعي على فعاليات طبعا هذه المنافسه. عايز اتكلم معاكي رايك في الاجواء بشكل عام وكلمينا عن منافسات الرسم. والله انا طبعا مبسوطه جدا بالعالمين والتقدم اللي انا شايفاه والفايبس اللي احنا فيها، خصوصا انا معايا طلبه وافدين اجانب من بلاد مختلفه، بس فاحنا جايين تبع وزاره التعليم العالي اشراف عليهم، مطلوب منهم موضوعين ان شاء الله بينفذوهم يعني، بس وزي ما انت شايف كده مبدعين. اجواء جميله جدا والواحد بيتعرف على مصر وحتت جديده في مصر وبيشوف السياحه برضو في مصر وبيكتشف برضو شكل العماره والمباني الجديده مختلفه كمدينه جديده وشكلها حلو جدا، وفي برضو تعارف بين المشرفين والطلبه واجواء حلوه برضو، خروج من الجامعه واجواء الجامعيه شويه. هي كانت فرصة حلوة من إدارة الوافدين إن إحنا نتواجد هنا ونرسم رسمة عن يعني بتربط بين العالمين وفلسطين، ودي الفكرة اللي أنا شغالة عليها إنه أنا بكتب فري فلسطين وحلونها بعدين في الإخراج بإني حبين يعني بالتلوين العالمين حيبان في الكلمة يعني. بصراحة أنا ما توقعتش وأنا جاية إن الأجواء تبقى بالشكل ده وإن إحنا قاعدين على البحر، كنت متخيلة في الأول لما سمعت وقلت يا لهوي شمس وبتاع، بس لا بصراحة الجو حلو قوي، وبعدين هم حاطين لنا طبعا شمسيات فالدنيا شبه ظل وأنت كمان قدامك البحر، فقدر إن أنت تجات انسبايرد أسرع وأفكار تجيلك أسرع. حاسة كمان إن الناس اللي حواليا كلنا بنشتغل مع بعض فالموضوع ممتع، وبعدين نقابل ناس تانية جديدة من جامعات مختلفة، وانا كانت بالنسبه لي اول مره ان انا اجي المنطقه دي بالذات في العالمين، واول مره ان انا يعني اجرب بقى ان انا ارسم على البحر، اصلا دايما بقعد اقول عايزه ارسم بس عمري ما جربت الموضوع، ومعايا كمان ناس ومسابقه وكده، فلا بصراحه تجربه حلوه قوي وافتكر ممكن اجربها تاني ان شاء الله. عايزه اقول بجد ان هي تجربه يعني بجد حلوه قوي، وفعلا بسطتنا كلنا، وكمان كل حاجه منظمه كويسه، فحاسه ان بجد تجربه اسعدتني واسعدتنا كلنا، احنا فعلا قاعدين مبسوطين كلنا احنا شغالين. طبعا دي حاجه كويسه، اكيد لازم كلنا نبقى يعني في مكان واحد بنتعامل مع بعض عادي مفيش اي مشكله، فاكيد دي خطوه كويسه يعني، حاسه ان هي حركه اكيد كويسه.